سعيد سعد مساكم أتمنى يلقاكم صوتي بأحلى أوقاتكم بونسوا تو جود إيفنين سيرا أو بيونا هذا الأوديو خفيف وظريف وصغير سأتكلم فيه عن الحيوان هو تكملة لسلسلة طاقة الحياة اللي بدت فيها لما يجي للحديث عن الانسان اكيد رح نعمل عده اوديوهات لان الحديث عن عن الانسان حديث شيق وطويل جدا لذلك اختصرت اليوم حتى ننظم الامور في القناة وما يدعوش الناس اللي يسمعوني اختصرت الامور فعملت اوديو تقديمي تحدثت فيها عن بداية الحياة عند النبات واليوم سأتكلم عن الحيوان والمرة الجاية رح نبدأ الإنسان ممكن نعمل لكم انترفال اه أو فيديو في الوسط أوديو في الوسط نتكلم فيه عن علاقة طاقة الحياة بالمادة كمان اس كونكري يعني كيف نخلقو نحنا الكون نخلق الكون بالنسبة لينا احنا مش الكون الموجود خارجنا يعني نشوف ان هناك فرق يعني آه للتذكير قبل ما نبدا هذا الاوديو بسرعه طاقه الحياه هي القوه التي تشكل الترابط او الصلات ليزون ليزون اتصالات الكترونيه مثل مثل الاتصالات الموجوده في اي اله تشوفوها في العالم يعني فقلت طاقه الحياه هي اللي تعمل الترابط والصلات بين الذرات التي تؤدي إلى ترابطها يعني طاقة الحياة هي اللي تربط لنا الذرات وتعطينا في الأخير جزيئات ترابطها يعني ينتج عليه جزيئات مختلفة جزيء ماء جزيء أه, لا أدري نعم حليب جزيء أه. اي 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 جزيء معدني جزيء حي كل الجزيئات سواء كانت حية او غير حية كلها سببها طاقة الحياة لما نقول غير حية يعني انها غير تتحرك لانه في الحقيقة في الحقيقة لو تستنجوا استنتاج صغير راح تستنجو ان طاقة الحياة موجودة على كل المواد الموجودة على الارض اللي احنا نسميوها جمادات مثل الحجر مثل المعادن الى اخره كل ما كانت طاقة الحياة أكثر تطورا يعني أكثر سرعة في يعني كل ما كان الجزيء أكثر تطورا يعني لو نمثله ما بين جزيء معادن معينة جزيء حديد أو زنك أو أي معدن نحن نجد أن هذا الجزيء أقل تطورا من جزئ مثلا في كبد الإنسان أو في كبد الحيوان نفس الشي فإذا كلما كانت طاقة الحياة أكثر تطورا كلما كان الجزيء أكثر تطورا وكانت ذراته أكثر سرعة وكان هذا الجزيئ أكثر تركيبا من حيث الصورة والوظيفة مثل الإنسان مثلا في المرة الماضية عرفنا كذلك أن دور طاقة الحياة هو ماذا؟ هو التشكيل الصورة والجنس والنوع اللي ينتمي إليه الشيء وعرفنا أن الذرات تخضع يعني خضوع عندها حتى اختيار لذلك نقول لكم دائما اننا لسنا احرار <applause> نحن لسنا احرار على جميع الاصعده يعني وعرفنا قلت ان الذرات تخضع لها في شكلها وماهيتها ونوعيتها لان هذه الطاقه هي اللي تعمل او سوري مش تعمل هي اللي تحمل هي اللي تحمل كل اسرار الذره الموجوده فيها بمجرد لذلك يعني بمجرد أننا نوضع طاقة الحياة في الشروط اللي تسمح لهذه الطاقة أن ترى النور أو أن تظهر هي طاقة موجودة ما نشوفوهاش لما تخرج على شكل بيبي ستتمظهر في هذا الطفل الذي سيبكي ويضحك ويجوع إلى آخره نفس الشيء على النبات أعطيت أمثلة فقط فإذا قلت طاقة الحياة هي التي تسمح بظهور أي كائن حي على وجه الأرض إذا وفرنا له ماذا؟ الظروف فإذا طاقة الحياة دائما موجودة بصورة كامنة ثم تتحول إلى الصورة الحية تقولوا لي ما علاقة هذا بالإنسان نفس الشيء الإنسان المرأة تحمل بويضاتها في بطنها على شكل كامل قبل ما يتلقحوا من حيوانات منوية لرجل ما والرجل نفس الشي يحمل حيواناته المنوية على شكلها الكامن اللي لا تاكيا هي موجودة طول ما فيش تلقيح ما فيش تلقيح لأحدى بويضاتي أحد النساء ما فيش أولاد هذا القانون هذا هو الشرط اللي نقصده الشرط أيضا هو توفير الظروف كل الكلام اللي نقول فيه يجمع مثبت علميا مثبت صح أنا نستنتج وأستقرأ وأحلل ولكن كل تحليلاتي مبنية على العلم العلم ما هو مثبت ما رأيناه بالصور الراديوهات ما عرفناه بالتحاليل والمعادلات الكيميائية إلى آخره حنجيكم فيما بعد يعني حتى لماذا أقول هذا الكلام موت طاقة الحياة موت طاقة الحياة أو فسادها يؤدي إلى موت الكائن الحي آوتوماتيكلي. فيش بمجرد ما تغادر طاقة الحياة الكائن الحي سيموت سيفسد سيفسد الجسم الذي توفرت فيه شروط الحياة لأن الجسم هذا هو الشرط هو الشرط التعبير الطاقي يعني إذا ما فيش جسم ما فيش حياة بسرعة عامة أم حالة الكمون في الطاقة حالة الكينونة في الطاقة هو وجود هو وجود نحن لا ندركه في البعد المادي إلا إذا ظهر يعني ولكن هو وجود يعني الرجل وإن كان نادرا الذي لا يملك حيوانات منوية ملقحة هو رجل لا يملك طاقة حياة أو لا يملك طاقة حياة منتجة، مش رح يقدر ينتج بشر من, من 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 خلاياه من جسمه هو. أه نفس الشيء بالنسبة للمرأة أكيد المرأة اللي ما عندهاش بويضات أو التي لم تبيض ولا يوم في حياتها لأسباب ميكانيكية راني نقول مش أسباب وراثية أسباب ميكانيكية فهذا كذلك إثبات بأن الشرط من شروط توفر الحياة هو ماذا؟ هو تفعيل لاكتيفاسيون سيت تفعيل طاقة الحياة على المادة على الأرض يعني لما نقول مادة نقصد بها كل شيء لأنه حتى الإنسان مادي حتى الإنسان عنده جسم ولذلك وجدت كل القوانين اللي تعرفوها اليوم بسبب هذا الثبات في توفر الأسباب وتوفر النتائج أو قوانين السببية بسرعة عامة. تكلمت المرة الماضية عن النباتات بسرعة عامة ضربت مثال بالقمحة ولكن كنت أتحدث عن بداية أكيد فهمتوا كلكم الأوديو الناس فهمتوا كلكم أنه كنت أتحدث على بداية طاقة الحياة أو طاقة الحياة في أصغر صورها. البذرة التي لا تنتش البذرة التي لا تنتش لحظة معي بذرة لا تنبت أو لا, لا, لا تنتش هي بذرة فاسدة طاقيا ما فيش ما فيش أي سبب آخر ما فيش أي سبب وجيه يجعل منطقة الحياة تروح أو تغادر البذرة يعني عندي سبعة بذور زرعتهم عطاوني مثلا خمسة نباتات فإذا عندي زوج بذور فاسدين غادرت منهم طاقة الحياة نفس الشيء بالنسبة للحيوان إذا أنت حطيت مثلا 12 بيضة في حاضنة كهربائية وانتظرت أنهم يفقسوا ممكن يفقسوا لك سبعة ولا ثمانية ولا عشرة وإذا كنت محظوظا إذا كنت محظوظا حظيت يعني ب 12 دجاجة صغيرة يعني يكون عندك نسبة التفقيس مئة بالمئة تبدي معناه أنه كل البيضات اللي حطيتهم في الحاضنة الكهربائية كان فيهم طاقة حياة ما فيش ولا بيضة فاسدة لذلك قلت عليك محظوظ <applause> طاقة الحياة في النبات لما لما تطلع في الفايبريشن تعطينا حيوان، حيوان يعني كائن أكثر تعقيد أكثر تركيبا من ال من النبات وطاقته أكثر اهتزاز، يعني طاقته طاقة الحياة فيه أكثر من حيث الذبذبة يعني أعلى من حيث الذبذبة فيزيائيا نتكلم بصورة فيزيائية. وفي الحقيقه فيكم تروحوا ترجعوا تشوفوا كل القوانين الخاصه بالطاقه اللي عملها تسلا اذا فيكم تفهموها يعني كلها هي هي ما تقدرش تدخلوا في النظريه يعني, بـ بـ يعني الا اذا كنتوا نقولوا دكتور في الفيزياء او ما شابه ولكن فيك تقرا القوانين البسيطه تفهمها ستعرف بان الطاقه كل ما تطلع في في الفريكونس معنى ذلك أن ذراتها تدور بسرعة يعني كلام نقول فيها علمي ما عندها حتى علاقة بعلوم خرافية وعلوم طاقة وما شابه الحيوان الحيوانات هي مظهر من مظاهر الطاقة المتطورة وأكيد هم مختلفين عن النبات لماذا؟ لأنهم عندهم بيولوجيا ليست لها أي علاقة بالنظام الموجود عند النباتات يعني سو فنكسيون بلانت عندهم طريقة أو نظام تمشي عليه طاقة الحياة مختلف تماما عن نظام طاقة الحياة الموجود في النباتات لماذا؟ لأن طبيعة الحياة طبيعة, الحيو... طبيعة, الحيو... طبيعة طبيعة الحياة عندهم عند الحيوانات لا تسمح لهم أبداً ان يدخلوا في اتصال مع في اتصال مباشر مع المعادن لاحظوا النبته الان كونتاكت ديريكت افيك لي عندها اتصال مباشر مع مع المعادن حيوان لا حيوان نقص شويه الحيوان ما عنده اتصال مباشر مع المينيرو او مع المعادن لأن المعادن المعادن يجمع تحمل طاقة حياة لمن يقول موجودة في الأرض كذا كذلك فيها طاقة حياة لذلك مطلوب منا نحن كبشر أننا ناكلوها ما تروح للطبيب يقول لك أنت ناقص معادن لازم تاكل السبانخ ولازم تاكل الأوميجا ولازم تاكل كذا معنى ذلك أنه عندك مشكلة في المعادن طاقة المعادن طاقة الحياة اللي تجيك من المعادن ناقصة في جسمك الزنمو او الحيوانات ما يقدروش يدخلوا في اتصال مباشر مع طاقه المعادن لانه جهازهم الهضمي لا يسمح لهم بذلك لا يستطيعون استيعاب المعادن على حالتها الاصليه دون سون بيغ او الخام على حالتها الاصليه او الخام لذلك لذلك لازم اذا يرجعوا عواشب ما عندهم شلوشوا <applause> ما عندهم حتى اختيار النباتات العاشبة النباتات العاشبة واللحمة كذلك راح نجي الحديث عليها الآن لا تستطيع لا تستطيع أن تدخل في اتصال مباشر مع المعادن لذلك تأخذ طاقة المعادن من ماذا؟ من الأعشاب الأعشاب اللي تكون هي بحد ذاتها استفادت من المعادن وحولتها مما سمح للحيوانات العاشبه بان تاكل العشب وتستفيد من المعادن الموجوده في العشب لذلك اذا لاحظت كل ما زاد حجم الحيوان كل ما لازمه كميه كبيره من العشب حتى ماذا حتى يفيد جسمه أو حتى يستطيع الإبقاء على طاقة الحركة والحياة بجسمه يعني أن مثلا أو بقرة أو حصان يأكل كمية من العشب أكبر بكثير من اللي يأكلها أرنب مثلا لماذا؟ لأنه بكل بساطة جسمه يحتاج إلى طاقة أكبر بسبب الحركة اللي يقوم بها وهنا يدخل ما يسمى كما قلت لكم التكيف او لدبت اساسه اوميديو تكيف على حساب المحيط صار تكيف على حساب المحيط نعيشو فاذا باختصار الحيوانات العاشبه صارت عاشبه لانها لا تدخل في اتصال مباشر مع المعادن ان جهازها الهضمي او طبيعتها طاقه الحياه فيها لا تسمح لها بذلك مما يؤدي بها إلى أكل العشب لكي تستفيد من المعادن الموجودة فيه أوكي؟ التكيف الحيوي المعدني اللي عند النباتات سمعوني مليح هو اللي يسمح إذا بإبقاء الحيوانات العاشبة موجودة لذلك كل ما كنا في أماكن صحراوية أو أماكن ما فيهاش عشب كل ما أدى ذلك إلى انقراض بعض الحيوانات لماذا قلت التكيف الحيوي المعدني يسموها هي إن أدابتاسيون منغال لماذا؟ لأن المعادن قوية معادن قوية على الجهاز الهضمي سواء للإنسان ولا للحيوان نفس الشيء ان نحن حيوانات يعني عنا نفس النظام الهضمي فالنبات يحول او يخفف من الصيغه الكيميائيه للمعادن وهذا النبات النبات يخفف من الصيغه الكيميائيه للمعدن والحيوان ياخذها من عنده بعد ما قام النبات بتحويلها من حالها الخام يعني الى حال مركب الآن لما الحيوانات تستفيد بالطاقة هذه القمرية أو الطاقة الين الموجودة في المينيغو أو الموجودة في المعادن تمشي تاكلها الحيوانات اللحمة اللي جهازها الهضمي كذلك لا يسمح لها بأن تدخل في اتصال مباشر مع المعادن ولكن جهازها الهضمي أقل قوة من الجهاز الهضمي عند العاشب يعني العاشب يقدر ياكل العشب حيوان اللحم لا يستطيع لا يستطيع معد... معدته لا تستطيع ان تستقبل المعادن في الصوره الاولى اللي موجوده عند الحيوان العاشب فماذا يفعل اذا حتى ي... حتى يبقى حي لازم بالضرورة المنطقيه ياكل الحيوانات اللي تأكل العشب وهكذا تبقى الحيوانات تستفيد من الطاقة الين الموجودة بالتراب وتبقى الشمس دائما تعطيهم طاقة يانغ يبقوا يعني يستمدوا طاقتهم اليانغ من الشمس الحيوانات اللحمة التي توجد اليوم أو التي وجدت إلى اليوم إلى غاية اليوم وجدت حتى تحد تحد من وجود الحيوانات العاشبة، يعني في الواقع ليميتي لي يعني نظريا على مستوى طاقة الحياة، الحيوانات اللاحمة لا تستطيع أكل النبات، يعني، لا تستطيع أكل النبات. هما يستفادوا من المعادن بعد ما يكونوا العواشب حولوها لاحظوا يا يعني ديغرا مش الا هنا فيها تطور في استخدام طاقه الحياه يعني الحيوان العاشب يستخدم طاقه المعادن بصوره والحيوان اللاحم يستخدمها بصوره اخرى يعني الحيوان اللاحم لا يمكنه ان يوجد إلا إذا وجد العاشب والعاشب لا يمكنه أن يوجد إلا وجد إذا وجد النبات والنبات لا يمكنه أن يوجد إلا إذا وجدت طاقة الحياة في البذرة اللي زرعناها يعني هناك تطور تطور تسلسلي أو تدريجي في في الوجود أو في سوري في الحياة بسرعة عامة آه إذا عندنا اليوم ديزيربيفور حيوانات عاشبه ا حيوانات لحمة وعندنا دي ما هو لي زومنيفور هما الحيوانات اللي تاكل العشب وفي نفس الوقت تاكل اللحم مثل الانسان الانسان فيه بعض الاعشاب اللي يقدر ياكلها لماذا لانها بكل بساطه حولت طاقة المعادن إلى طاقة حياة هو يقدر يستقبلها بجسمه لعلمكم تقدر يقدر الإنسان ياخذ طاقة الحياة الموجودة في أي عشبة فوق سطح الأرض يعني مثلا أي عشبة العشبة الآن اللي نشوف فيها برا في الحديقة هي عشبة نقدر أنا نمضغها نمضغها ناخذ منها الطاقة عن طريق الشاكرات الموجودة في اللسان والموجودة في الفم ثم نرميها من ما هب... نرسلهاش للمعدة لأن المعدة لا يمكنها استيعابها ولكن أنا بواسطة الشاكرات فيا نستوعب أي إنسان فيه يستوعب طاقة الحياة الموجودة في العشب لكن على شرط يمضغو يرميه أوكي؟ فإذا قلت لزومني فاغ هي الحيوانات اللي تاكل عشب جهازها الهضمي يسمح لها أنها تجمع ما بين الاثنين تاكل عشب وتاكل لحم في نفس الوقت يعني مثل الانسان القرد الخنزير الدب العخرة. ولا ولعلمكم قبل ما نختم الاوديو في وقتكم هو اوديو صغير قبل ما نختم هذا الاوديو حبيت اقول لكم انه الخنزير يستعمل اليوم في معظم اللقاحات الموجودة اليوم يعني لقاحات اللي, اللي نعملوها نحنا نعطيكم أمثلة البوغ أو الخنزير موجود مثلا في البروكواد بروكويد هذا هو الفاكسان أو اللقاح نستعمله في الحسبة وموجود في موجود كذلك في في الفاري فاكس الفاري فاكس هذا هو اللقاح اللي نستخدموه في الفاري سيل ما نعرفش اسمها بالعربية الفاري سيل هذه هي مرض معدي يصيب الأطفال أكيد يصيب الناس كذلك كونو لما يكونوا الأطفال صغير نعمل لهم الأطفال صغار نعمل لهم اللقاح ضد الفاري سيل اللقاح هذا اسمه العلمي آه فاري فاكس فاري فاكس هذا يباع في الصيدليات موجود يعني فيكم تشوفوه مخدوم كذلك من معمول من من الخنزير من جيلاتين الخنزير كذلك عندي عندي اذكر كذلك الفاكسان تاع الزونا الزونا هذا هو مرض يصيب الناس كذلك مرض خطير نوعا ما لانه يقضي على الكثير من الخلايا في فتره قصيره من الزمان ويسبب التهابات حادة قد تؤدي الى مثلا فقد السمع او الى فقد البصر هو اسمه الزونا لانه ياخذ زون منطقه معينه الزونا كذلك عندها لقاح اعتقد اسمه مش متاكده ولكن اسمه اعتقد زوستا باكس اي زوستا باكس. زوستافاكس هو اللقاح تاع الزونا كذلك مخدوم او معمول من جيلاتين الخنزير وكل اللقاحات تبع الانفلونزا مثلا كما الفلوينس تترا مخدوم كذلك معمول ب بجيلاتين الخنزير واهم لقاح اللي يعني اللي موجود اليوم وهو لقاح ضروري يعني اوبليغاتوار ما, تقدرش تقول لا ما نعطيش لولدي ولا بنتي هو اللقاح اللي نعملوه ضد إيه، لقاح ضد الـ اعتقد الـ ضد الغجول ولكن منعش اسمها بالعربية غجول حسبة اعتقد الحسبة نعم اعتقد اسمها الحسبة لا لو فاكسان دلا اسمه ام ام اغ فاكس برو ام ام اغ فاكس برو وكذلك سوري وكذلك مصنوع بجيلاتين الخنزير يعني فقط حتى تكونوا تعرفوه أنه كل ما يدخل لأجسامنا ويشوش على طاقة الحيوان آه سوري على طاقة الحياة فينا ناخذوه من عند الحيوان خاصة الحيوانات اللي تشبهنا في أجهزتها الهضمية وأجهزتها التناسلية إلى آخره وقبل ما نختم الأوديو كذلك المضادات الصداع بكل أنواعها وأهمها الباراستامول اللي هي يعني مادة تستخدم لإضعاف الميجران أو الصداع كذلك مصنعة من جيلاتين الخنزير هذا فقط باش تعرفوا أنه في الكثير من الناس يقولوا لي آه هذا فيه جيلاتين ما نأكلوش أو هذا فيه كذا ولكن للأسف هو يأكل الكثير من الأدوية اللي فيها جيلاتين خنزير وهو ما يعرفش فقط للتنبيه يعني لذلك ننصحكم انكم تحافظوا على صوره عامة ن... يعني نتكلم ان ننصحكم انكم تحافظوا على صحتكم وعلى طاقة الحياة الموجودة فيكم حتى لا تستعينوا بأي دواء ولا بأي مضاد حيوي إلا للضرورة القصوى تحياتي لكم سلام نحن نزلكم هذا الأوديو مع بداية الأوديو الخاص بالإنسان حتى تكملوا الفهم يعني في نفس اليوم سلام احبائي